أغرب العادات والتقاليد لن تجدها سوى في اليابان. يعرف الشعب الياباني بالنظام الشديد والالتزام بموعد اللقاءات وإنجاز المهام والأعمال بشكل دقيق، ولكن يحتفظ الشعب الياباني بأغرب العادات والتقاليد التي لن تجدها سوى في اليابان. يتمسك اليابانيون بالتقاليد والعادات ويقومون بتعليمها للصغار. تعرف معنا على أغرب تقاليد وعادات الشعب الياباني. تعد التحية التي يلقيها اليابانيون على غيرهم بالانحناء للأمام هي أبرز العادات التي ينفرد بها الشعب الياباني، ولا يحبون العناق أو التقبيل أو المصافحة باليد. لا تعتمد العادات والتقاليد في اليابان على دفن الموتى، وإنما يقومون بحرق جثث الموتى في مراسم رسمية. ويجب أن ترتدي النساء في المراسم الجنائزية الزي الرسمي لليابان الكيمونو، ويجب أن يكون باللون الأسود أو الألوان الداكنة لكل الحاضرين. يتجنب اليابانيون التعبير عن مشاعرهم الحزينة أو السعيدة في الأماكن العامة، ويفضلون القيام بذلك في منازلهم. يعد إجراء الزواج عن طريق وسيط هو إجراء شائع في اليابان، ويجب أن يكون الرجل والفتاة مناسبين من حيث العمر والحالة الاجتماعية والمالية. تتم تقاليد الزواج في اليابان في معبد للشنتو، وتقوم العروس والعريس بشرب شراب الساكي، وهو مشروب ياباني مصنوع من الأرز. يجب عند الضحك أن يضع الشخص يده على فمه، لأنه من غير اللائق في التقاليد اليابانية ظهور الأسنان. يرفض اليابانيون التلويح أو الإشارة باليدين أثناء الحديث والصوت المرتفع، ويعتبرون ذلك إشارة إلى انعدام الذوق. تتبع اليابان في تقاليد الزواج الفصل بين أملاك الزوج والزوجة عكس أغلب دول العالم، فيحتفظ كل منهم بأملاكه لنفسه. لا يهتم اليابانيون كثيراً لرابط الدم، ولكن يفضلون أن يكونوا عائلة من الأشخاص المفضلين لديهم. وفي الميراث يمكن لأي شخص أن يختار من سيورثه حتى وإن اضطر أن يعطيه اسمه، وبعد هذا إجراء قانوني في اليابان. يمكن أن يختار شخص من سيورثه وليس بالضرورة أن يكون من عائلته.